بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي ابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا رحمة الله الواسعة ويا باب الأمة يريد يا عطشان مخاب والله من تمسك بكم وأنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهم قلقا تقلبني الهم بمضجعي فيغور فكري في الزمان ويتهم. فيغور جسمي في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروي الكلاب به ويظلى الضيغم. عجيب أي دهر هذا، ترتوي الكلاب وتظمأ الأسود، تروي الكلاب به ويظمى الضيغم. ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى كخروج موسى
خائفا أن يتنعموك ملوك خروج موسى خائفا يتكتمه وقد انجلى عن مكته وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا نازل بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها زينب لما مرت على جسد الحسين خويا الدهر بي وبيك شفتك شفتك الدهر بي وبيك يا نور عيني ويلا ويلا خويا الدهر بي وبيك شفتك أنا مشيت ميسرة عالتنوب شفتك مشيت ميسرة وعالترب شفتك خويا أعظم يوم بي شفتك ضربها بخيزران ابن الدعية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العلي العظيم. ابتدأنا في مجالسنا بزيارة الإمام الحسين وهي زيارة وارث، وقلنا بأن الحسين ورث الأنبياء وراثة معنوية، وهناك تشابه كثير بين الحسين وبين الأنبياء. وقد ذكرنا شيئا من سيرة نبينا وأبينا آدم عليه السلام، وعرجنا على سيرة يحيى وتشابه الحسين بين أو وتشابه الحسين بيحيى. وقد ورد أيضا في العبارة في عبارات هذه الزيارة: السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. موسى سلام الله عليه وهو نبي من أولي العزم،
هذا النبي جاء إلى مجتمع مظلوم، إلى مجتمع مقهور، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. عنيت به فرعون، وفرعون وصل إلى درجة من الطغيان، صدق نفسه. الظالم والضعيف إذا أعطي مماسك الملك والقوة والطاقة يفتك، أما القوي والممتلئ إذا أعطيته قوة يتعامل بعدل. وهذا الفرق بين الحكام الظالمين والحكام العادلين. إذا رأيت حاكما عادلا فاعلم بأن هذا الحاكم يمتلك مواطن قوة في نفسه. ففرعون صدق نفسه، استخف قومه فأطاعوه، وطبعا في اشتراك بحالة الطغيان التي وصل إليها فرعون. ابتداء كانت منه، وأعانه قومه على ذلك، أطاعوه. فرعون ظلم بني إسرائيل، ظلمهم ظلما لا يطاق، ولذلك الله عز وجل أرسل إليهم موسى. وموسى من بني إسرائيل تربى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون وهو نبي اليهود، لأن اليهود أو اليهودية هي دين سماوي، كما أن النصرانية دين سماوي والإسلام دين سماوي. ولكن للأسف اليهود لا يمتلكون الآن كتابا رصينا، الأسفار الخمسة، يعني هم علماء اليهود فيك تراجعها، وإذا أردت ارجع إلى ستيفن مولر عالج هذا الموضوع. هم صرحوا بأنفسهم أنه كتبت الأسفار الخمسة اللي هي كتب كتاب التوراة، كتبت في القرن الرابع للميلاد، في حين أن موسى سلام الله عليه كان قبل الميلاد ب14 قرن، وكتبت بعد السبيل بابلي. وإذا قرأت التوراة اللي هو كتاب اليهود بتشوف في تناقض، يعني مثلا ترى في سفر التكوين أن طوفان نوح استمر 40 يوم، في حين أنك تجد في سفر آخر استمر طوفان نوح 150 عام، في تناقض. أو عندما يتحدث عن موت موسى يقول ومات موسى في أرض موآب ودفن في جوى وهو عبد الرب ولم يعرف قبره إلى الآن. كيف واحد كتب كتاب وتحدث عن موته؟ هذا التناقض تجده في كتب اليهود، في حين مثلا شوف أنا أعطيك مثال بالمقابل، تعال إلى القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن، القرآن عزيزي عندك أنت مثلا 6348 آية، 114 سورة، لا تجد آية واحدة تناقض آية أخرى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتب اليهود ليست هي الكتب التي نزلت على موسى، لأن الذي نزل على موسى نزل على موسى هو من عند الله. طيب، موسى ولد في بني إسرائيل في زمن كان فرعون قد علم من خلال المنجمين، أو رأى رؤيا، أنه يخرج من بني إسرائيل رجلون زوال ملكك يكون على يديه، فقرر أن يذبح أطفالهم، وبالفعل مد من الزمن حتى بان فيهم النقص، فجاء الأقباط إليه وهم الطبقة الارستقراطية الحاكمة، جاءوا إليه قالوا أيها الملك أو أيها الرب والعياذ بالله كما يدعون، كما يدعي لنفسه،
لقد بان النقص في اليد العاملة، هم طبقة تعمل عندنا، شو الحل؟ قال اجتمعوا فأخذوا قرار أنه يذبحون سنة ويتركون سنة. شوف في السنة التي عفي عنها ولد هارون اللي هو وصي موسى، في السنة التي عفي عنها ولد هارون، وفي السنة التي قرر فيها الذبح حملت أم موسى، حملت به، وهي إرادة الله. الله عند إرادات، أنه لو أنت أردت أن تفعل خلاف إرادتي لا يكون إلا ما أريد. يا داود في الحديث القدسي، تريد وأريد، فإن امتثلت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تمتثل لما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. أبدا لا يخرج شيء عن مشيئة الله، طبعا جعل لها أسباب ومسببات. موسى لما حملت به أمه وأرادت أن تلده، أرسل فرعون جلاوزته والقابلة موجودة، هم على الباب وأدخلوا القابلة، فدخلت القابلة، فلما ولد موسى نظرت إليه القابلة فأحبته، وهذا معنى قوله تعالى في القرآن وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني لتصنع على عيني. وبالفعل أحبته، قالت لها أم موسى أنا متألمة، ابني يذبح. قالت لا، لن أخبر عنه، ولكن الأمر لم يتم، ما إن خرجت حتى ارتاب الجلاوزة، قالوا ماذا هناك، خلفت ما خلفت، حامل محامل؟ قالت إنه حمل زائف. ما صدقوا، طرقوا الباب، أخت موسى كلثم على الباب، قالت أمه، أتباع فرعون على الباب، ماذا تصنع؟ فحملت موسى وهي مذهولة. لما يقال فلان مذهول يعني لا يعرف ماذا يصنع، لا يعرف ماذا يصنع، وهي بتصير بالحالات النفسية ثابتة، مثل واحد منتظر تليفون ومضطرب إلى ما هنالك وعم يكوي شيء، بتصير مرارا وتكرارا. شوي مثلا منتظر، هو حامل بيد التليفون واليد الأخرى المكوات، يرن التليفون قد يضع المكوات على أذنه، موجودة. أو واحد مثلا يريد أن يصنع شيء آخر فيصنع شيء آخر، يسمى مذهول. حملت ابنها شو تسوي فيه، شفت التنور مضطرب، فرمت ولدها في التنور. فلما دخل أتباع فرعون فتشوا فلم يجدوا شيئا، والشيء الوحيد اللي ما نظروا فيه هو التنور. فلما ذهبوا وعاد إليها رشدها سألتها ابنتها أخت موسى كلثم، أمه أين موسى؟ قالت ومصيبته، رميته في التنور فجاءت إليه، وإذ بالنار عليه برد وسلام وهو متبسم. أي رعاية الله، صناعة الله عز وجل. وجاء الخطاب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لأن أم موسى خافت، الكل يراقبها، جماعة فرعون يراقبونها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بالفعل وضعته في التابوت ورمته، فجرته المياه إلى أن شطط على سياج قصر فرعون. ولذلك فرعون ينظر من بعيد، وما كان عنده ولد ذكر، كان عنده بنت أو بنتين، نظر قال ماذا هناك، علي بذاك الصندوق أو ذاك التابوت الخشبي، فجاءوا به. فلما فتح التابوت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، مع أنهم شو فكروا، أنه هذا خير. قالت لهذا قرة عين متخذة إلي وإلك. قال نعم ونعم الطلب، وما عرف أنه هذا من بني إسرائيل. فجاء به إلى بيته، الله عز وجل حرم عليه المراضع، حرمها وحرمنا عليه المراضع من قبل. لم يلتقم ثدي ظئر، ظئر جمعها أظآر يعني مرضعات، اللاتي يرضعن بالإيجار،
قديش طلبوا لم يجدوا، أو كلما وجدوا لا يحن إلى صدر مرضعة، لأنه الله وعد أم موسى وأوحينا. هذا الإيحاء هو إلهام رباني، وهذا لا يكون إلا للأنبياء، ولكن لخصوصية نبي الله موسى جرى الإيحاء إلى أمه. وحصل بمورد آخر، حصل مثلا في النحل، شوف الشيء بالشيء يذكر: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بالله عليك، النحل من فصيلة الذباب، كيف تقول أنت مثلا النمر من فصيلة الهررة؟ هو من فصيلة الذباب، حشرات. يوم يركب براسك أنت يصدر إلى عقلك إنه الذباب بيصير أليف تعمل له بيت وبيجي بيعيش فيه؟ ما بيصير. النحل هكذا، بس هذا إعجاز إلهي وإعجاز قرآني وإعجاز يدل على ربك، كل شيء يدل على الله. ليش؟ لأن هذا النحل في بطونه يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس حتى الناس تستفيد، كل شيء بخدمة بني آدم. طيب، هنا جاءت أخته، نظرت إليه، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا إيه؟ جابت الأم، أول ما حملته أمه أخذ ثديها. يا الله حنان الأم وإرادة الله وصناعة الله عز وجل. ونشأ موسى سلام الله عليه في بيت فرعون وهو عدو له، إلى أن أصبح ابن سنة وسنتين وثلاثة، صار عنده قوام ضخم، ومن أجساد بني إسرائيل القدامى اللي عندهم طاقة وقوة وبنية فارعة. ففي يوم من الأيام وهو نبي عطس فحمد الله قال: الحمد لله رب العالمين. فغضب فرعون فلطمه فرد عليه موسى، مسكه بلحيته فاجتذبها فقلعها، قال: والله لأنكلن بك. وجاءت آسيا بنت مزاحم، أم موسى المربية، اللي قالت لله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إن شاء الله نوردها بعد قليل عزيزي. جاءت ومنعته، قالت: هذا لا يميز. قال: شو الدليل؟ قالت: ضع أمامه صدرا من تمر وصدرا من جمر. فوضع هذا الرجل، شوف طغيانه لوين، ولما وضع أمامه أراد أن يمد موسى يده إلى التمر، فجاء جبرائيل وأزاح يده فوقعت على الجمر فحملها وضعها في فمه فأحرقت لسانه، صار عند لثغة. لذلك عندما كبر واستجاب الله دعاءه، لأن النبي لا يصح أن يكون فيه عاهة أنه يلثغ، صار عند عاهة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أخي هارون، إلى آخر الآيات. هنا عزيزي كبر موسى في دار فرعون إلى أن حصلت معه الواقعة التي تعلمونها. حصل صراع بين رجل يتحدث عنها القرآن من شيعته، شيعته الشيعة يعني أتباعه، الشيعة من المشايعة، هذا تعبير القرآن، وإن من شيعته لإبراهيم يعني من أتباعه، شيعة نوح إبراهيم سلام الله عليه، رجل من شيعة موسى وقع خلاف فوكزه فقتل الرجل الذي ليس من شيعته لأنه كان معتد عزيزي. وفر موسى، فر. ولما عاد موسى أول من آمن به، وإن كان الإيمان كان من قبل، هي أمه التي ربته آسيا بنت مزاحم. وكان مؤمن آل فرعون اللي يتحدث عنه القرآن قد كتم إيمانه، ما أظهر إيمانه، آمن به سرا. شوف، زوجة حزقيل كانت ماشطة عند بنات فرعون، يعني هي اللي تزينهم، يوم الأيام هي حاملة المشط وقع من يدها فانحنت باسترسالها على طبيعتها دون أن تفكر، ما شاف أنه بنت فرعون أو مو ملتفتة، لم تلتفت، قالت بسم الله ورفعته. قالت لها بنت فرعون: بسم الله أبي؟ قالت: لا، بسم الله رب أبيك ورب الأكوان. راحت قالت لأبوها، إجا أبوها فرعون قال: أنت أمنت بموسى؟ قالت: أمنت، أنا ما عاد فيه أصبر. قال: سأعذبك. قالت: بس أنا خدمتك، اللي عندك طلب. قال: ما هو؟ قالت: إذا عذبتني بتدفن عظامي،
قال لك ذلك، فأحرقها في التنور، تنانير كان يصنعها خاصة، حرقها. آسيا بنت مزاحم كشف عن بصيرتها. شوف، في بصر، البصر يرى الماديات، وفي بصيرة، البصيرة هي عين القلب، هي الفطرة. بس تشتد الفطرة تتفتح بصيرتك. رأت روحة زوجة حزقيل تصعد إلى السماء، ولما عاد فرعون من قتل زوجة حزقيل كان فرحا، دخل عليها وهو مبتسم، قالت: ما أجرأك على الله؟ قال: ويحك، لقد صبوت إلى دين موسى؟ قالت: نعم. فجاء بها مختصرا ووضعها على الرمضاء وضرب الأوتاد في يديها ورجليها، فكانت تعذب. انتظر فرصة موسى ومر حتى لا يرى، شافته من بعيد، فبصبصت بإصبعها، فرفع يديه موسى، ودعاء النبي لا يرد. قال: اللهم ارفع عنها الألم والعذاب. هنا دعت ربها. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف نص القرآن: ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فكشف الله عن بصيرتها، فرأت من منصبها وبيتها وقصرها ومكانها في الجنة. فكان فرعون يأتي إليها يراها تضحك، يقول: أين ترى البيت؟ تدعي بيت؟ وين شايفة بيت هاك؟ شوف، هذا عنده غشاوة، غشاوة على قلبه، لا يرى حقائق الأمور. وظل الأمر يا عزيزي إلى أن أجر الله على يدي موسى الحق، وانتصر على فرعون وغرق فرعون في البحر، بالقضية التي نعلمها تحتاج إلى أكثر من وقت حتى نفصلها. والله عز وجل قذف جثة فرعون ليكون أمثلة وليكون حجة وموعظة حتى الناس تتبين. عزيزي، أضف إلى ذلك، الله قذف جثة فرعون لكي لا يعبد من دون الله، لأنه لو لم تخرج جثته لعبده الناس، قالوا هذا الله واختفى، كان عندك أديان أخرى. حاشا لله عز وجل الذي هو خارج حد الزمان والمكان، بل الله هو الذي خلق الزمان والمكان. نعم، هو الذي خلق الزمان والمكان، فكيف يوصف بذلك؟ ويقال بأن جثته موجودة الآن محنطة، كل الفراعنة محنطين، شوف أجسادهم شبيهة بأجسادنا اللي موجودة. وهناك بحث دقيق للعالم الكبير، عالم الأجنة في 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 فرنسا، موريس بوكاي. موريس بوكاي له كتاب بيع منه فقط في فرنسا ما يقرب من 17 مليون نسخة، اسمه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث. هذا الرجل له فيديوهات مصورة، أنا تبعت قسم منها. هذا الرجل عزيزي عمل بحث على الفراعنة، وعمل بحث أعجوبة على هامان. أنت بتشوف مثلا هامان وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أبلغ الأسباب، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هامان هو موريس بوكاي يتحدث، فيك تتابعها أنت على اليوتيوب، توفى قريب 2000، عالم كبير من الطراز الأول. هذا الرجل موريس بوكاي يقول: التقيت بصديقي أستاذ اللغة القديمة في باريس، التقيت به، قلت له: هامان أين تجدها؟ قال: مو موجودة إلا باللغة الهيروغليفية، اللغة الهيروغليفية يعني اللغة المصورة، لغة الأقباط الفراعنة القديم قدامة. قال: هل توجد في لغة أخرى؟ قال: لا، لأنه بالألف وتسعمية، بالقرن 19 تمت ترجمة اللغة الهيروغليفية، ما كانت مترجمة قبل. قال: إذا أعطيتك إياها موجودة بالقرآن بست مواطن بتصدق؟ قال: لا ما بصدق. قال: ما معنى كلمة هامان؟ قال: أنا لا أدري، بس تستطيع أنت أن تذهب إلى كوليج ديفغانس، وهكذا عبر. ما أدري ليش الفرنسيين يقولون للراء غين، ما أدري. سيقال أنه مع أنه الراء جميلة، ولو أنه جميلة الله ما حطها باللسان، بس يقال أن لويس العاشر الملك الفرنسي
هكذا ينقل شيء بالشيء يذكر. لويس العاشر كان من هو طفل عند لثغة ما يعرف يقول راء، فكان يشعر بإحراج إذا تحدث، فأصدر مرسوم عام على فرنسا على باريس ومحيطها أن كل من يقول للراء راء يعاقب. قال شو يقول؟ قال اقلبوها غاء، وانقلب وصارت غاء، ولذلك مجمل فرنسا بتقول للراء غاء غانس. بعضهم لا يقول بذلك، وهي سبحان الله هي طبيعة البشر. يعني بعض الأحيان تكون أشياء عيب فتدرج بتصير عادة، مثل مرة مثلا رئيسة جمعية الرفق بالحيوان بريجيت باردو اشتهرت فترة من الزمن لما صارت تتعلق على الأضاحي بالحج. بريجيت باردو كانت طالعة على المسرح عندها إلقاء خطبة أو إلى ما هنالك، فهي وطالعة عثرت بشيء أو علق سروالها بنطلونها بشيء حاد مزق، فطلعت ممزق، فطلعوا لما شافوها قالوا هذا موديل جديد، ودرج صارت البناطلين كلها ممزقة. شاعر بيقول وعشقتها شمطاء شاب وليدها، والناس فيما يعشقون مذاهب. على كل، قال موريس بوكاي، قال له رئيس أو مسؤول اللغة القديمة في باريس، قال له روح إلى جامعة باريس وبتشوف أنت موجود هناك الأمر. قال وين؟ قال فتش بمعجم اللغة الهيروغليفية ليرانكي، معروف موجود هذا المعجم، ففتحها وجد معنى كلمة هامان. قال يا همانو يا همانو ابن لي صرحا، قال فرعون يا همان ابن لي صرحا، يا همان ابن لي، وجدها معناها البناء. يقول جبت المعجم وجيت لعنده قلت له هاي موجودة، شوف القرآن موجودة 6 مرات ابني يعني البناء. قال موريس بوكاي لما قلت له هاي الكلمة بقي ساكتا مدة، راجع الفيديو موجود على اليوتيوب، بقي مدة ساكت ثم التفت إليه قال له يجب أن نؤلف كتابا عن هذا الموضوع. يقول بعد 6 شهور توفى هذا الرجل. هو موريس بوكاي عزيزي وقف في جامعة السوربون، قال لهم هاي مخطوطاتنا، مخطوطات السوربون بتشككوا فيها؟ قالوا لا. قال جيبوا مخطوطة القرآن، جابوها، أقل مخطوطة 1000 سنة. يا همان ابن لي صرحا. وبالفعل عزيزي انتصر موسى على فرعون وأنقذ بني إسرائيل، أنقذهم، ومن الله على المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولكن للأسف بدلوا فيما بعد، فابتلاهم الله بما ابتلاهم به، كما تعرف في القرآن وفي الروايات وفي القصص اللي ثابتة في كل الكتب الدينية الكتب السماوية. النبي صلى الله عليه وآله، أنا ذكرت في بداية محاضرتي، كان يقول، ذكرت لما ذكرت الزيارة السلام عليك وارث موسى كليم الله، كان لطالما النبي نظر إلى الحسن والحسين يقول أنتما المستضعفان في الأرض، أمير المؤمنين بأبي هو وأمي. كان يقف على المنبر يقول لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها، الشماس يعني الفرس، الشماس الصعبة، عطف الضروس على ولدها، الناقة اللي بتعض، بس لما بتخلف بتجيب فصيل بتصير حنونة، قول الدنيا لح تحن حنان إلهي. ثم يتلو قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أي استضعاف وقع فيه الحسين؟ بالمدينة أرادوا قتله، خرج إلى مكة أرادوا قتله، قالوا ليش طالع من مكة؟ قال لو دخلت إلى جحر هامة من هذه الهوام، يعني دخلت إلى وكر حيوان لاستخرجوني وقتلوني، وإذا قتلوني بالكعبة بتصير سنة تهتك الكعبة، بتصير عادة كل واحد يجي على الكعبة يقتل، الكعبة لها قداسة خاصة. فخرج، لما وصل إلى كربلاء بأبي هو وأمي والتقى بالحر بن يزيد الرياحي، قال للحر، سأله الحر، قال أبا عبد الله ما الذي أتى بك؟ أخرج له خرجين، خرجين هو اللي يوضع الخرج اللي يوضع على ظهر الفرس
أو البغل الكبير أخرج له خرجين ممتلئين من رسائله، وزيادة على ذلك أرسل سفيره مسلم بن عقيل قال إني باعث إليكم قبل، لأنه لابد من أن يتوثق منهم إن وقع الغدر في أخيه الحسن، طعن في فخذه، وقع الغدر في أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في واقعة صفين وغيرها، وفي واقعة الجمل وغيرها، أرسل ابن عمه قال إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقة مسلم بن عقيل. ودخل مسلم بن عقيل وجمعهم وأخذ البيعة للحسين، وصل عددها بأكثر من 10,000، ما يقرب من 20,000 إن لم يكن أكثر. ولكن بني أمية يزيد أرسل عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان جزار، كان لا يتورع كأبيه زياد بن أبيه، لا يتورع على نمط الحجاج، والحاكم إن لم يكن يتورع بيحكم، بس أي حكم ذاك؟ نهايته مهما على مقامه أن يهوي، أما إذا كان عادل ومحبوب أمر آخر. عبيد الله بن زياد عاث فيهم فسادا. مسلم بن عقيل لما نادى بكلمة السر يا منصور أمت، حتى يعلن الثورة، يعلن نهضة الحسين، 18,000 مباشرة اشتركوا في نهضته. لما وصل عبيد الله بن زياد وأعلن أنه من أتى معنا يأخذ، ومن لم يأتي سيفصل رأسه عن بدنه، ما بقي أحد مع مسلم بن عقيل. دخل إلى داري إلى الصلاة، صلى خلفه 50، انتهى نظر خلفه لم يجد أحدا، خرج في الزقاق لم يرى أحدا ولم يجد أحدا يرشده ويدله إلى طريقه في أزقة الكوفة. رجل غريب، رجل من المدينة إجا إلى الكوفة بالعراق، شو عرفه بأزقتها؟ واضطر في آخر المطاف أن يتخلى عن جواده، صار يمشي لكي لا يفضح بحوافر حصانه، لأنه بيطلع صوت حافر الخيل بالنضوة، إلى أن وصل إلى باب هذه المرأة المؤمنة الموالية طوعة. لها موقف في كربلاء، شوف بعض الأحيان الإمرأة الله تسجل موقف عالي، إذا كانت همتها عالية ونفسها عالي ونظرها إلى بعد، طرق الباب، فتحت الباب، من الطارق؟ لم يصرح في بادئ ذي بدء. من الطارق؟ قال أنا رجل غريب عطشان جئت إلى حيكم. ففتحت الباب، ماذا تريد؟ قال أنا أشرب، أريد أن أشرب. دخلت معها بنتها، دخلت إلى الداخل وجابت له ماي شرب. لما عادت، راحت وعادت لتأخذ الوعاء الكوب، بنتها لحقتها قالت أمها هذا الرجل مبين ابن نعمة وأشوفه غريب مكسور. قالت ليش؟ قالت أرى في قسمات وجهه رجل مهيوب وغريب. فلما جاءت نظرت إلى وجهه ظل واقف، تعرف عادات العرب، أنا امرأة أنت رجل غريب. قالت شربت الماء؟ قال نعم. قالت علام وقوفك على باب داري؟ فطأطأ برأسه قال أمة الله أنا رجل غريب، غدر بي أهل مصركم، أويني سواد هذه الليلة، ولعلي مكافيك عند رسول الله. هذا ادعاء كبير. قالت أنت تكافيني عند النبي؟ شو علاقتك بالنبي؟ من أنت؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل. ما إن سمعت بهذه الكلمة، وهي عارفة مسلم بس ما تعرف شخصه، قالت ادخل بأبي أنت وأمي. أفردت له غرفة ولم تغمض عينها ليلى، وهذا ديدن ودأب مسلم. بالليل عزيزي جاء ولدها متأخرا، ولدها كان من ضمن الذين راحوا يفتشون على مسلم بن عقيل،
لأن عبيد الله بن زياد عمم كل من يظفر أو يأتيني بخبر عن مسلم بن عقيل عنده جائزة، هو راح يفتش. لما دخل تعرف الأم ما تدري وحنانها وعطفها، قال أمه أرى الغرفة الخارجية فيها سراج فيها ضوء، من عندنا؟ لم تجبه، ولكن لما ألح عليها قالت بني أخبرك بس ما تخبر أحد، عندنا مسلم بن عقيل. قال عجيب ونعم العمل. شوف هاي النفس الملتوية، هاي النفس الدنيئة. فخرج مباشرة وتوجه وأخبر عبيد الله بن زياد لينال الجائزة. عند الفاجر أرسل محمد بن الأشعث، ابن الأشعث بن قيس الكندي، أبوه رأس النفاق في زمن أمير المؤمنين، وهذا ابنه. إجا محمد بن الأشعث ومعه سرية، مسلم لم يغمض عين له إلا قليل، هومت عينه. فرأى أمير المؤمنين عمه يقول له يا مسلم العجل العجل، الوحى الوحى، فإن إليك مشتاقون. استيقظ عرف أنه يوم يوم منيت. هاي خصائص الأولياء عزيزي. ها وإذ بهاي المرأة تسمع حوافر الخيل، دخلت مسرعة، علمت أنه وصل الخبر، طرقت الباب، سيدي سيدي مسلم قم قم، جاءك القوم. قال لا عليك ناوليني لامة حربي. قل إجاك القوم يا حيد، انهض لفاك القوم يا حيد، والله يردون يولونك يا صنديد. أنا أريد أن مراجل عمك تعيد. خرج قال لا عليك علي بلامة حربي، يقلها يا طوعة يا طوعة تشجعيني، يا طوعة تشجعيني وبعم حيده تذكريني. أنا بعزم الله لرد جمعي يجيني، والله ما دام صمصام بيميني. خرج وهو ينادي أقسمت ألا أقتل إلا حرا، وإن وجدت الموت شيئا نكرا. وبدأ يقاتلهم قتال الأبطال إلى أن أعياهم، ولكنهم أعداء الله احتوشوه من كل حدب وصوب، حتى صعدوا إلى أعلى منازلهم وصاروا يرشقونه بالحجارة وبالحطب المشتعل. واضطر محمد بن الأشعث أن يستعين بسرية أخرى ليطوقه. وفي ختام الأمر غدروا به، حفروا له حفيرة وغطوها بسعف النخل، فلما اتبعهم هوى فيها. يا مؤمنون، دنا منه بكر بن حمران عليه اللعنة وضربه ضربة على فمه فقطع الثنايا، ثم احتوشوه وأوثقوه كتافا، أصعدوه على فرس وتوجهوا به هذا ودموعه تتحاضر على خديه. التفت اللعين محمد بن الأشعث قال يا مسلم إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي، أنت جاي طالب سلطة وملك. التفت إليه قال ويحك لا أبكي على نفسي. قال إذن على ما تبكي؟ قال أبكي للحسين وعيال الحسين، فلقد جاءوا خلفي أدخلوه على عبيد الله بن زياد. لما أدخل كان عطشانا، رأى كوزا باردا، قال أسقوني من هذا الماء. واحد قال له لن تشرب منه حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال له مسلم ما أجفى قلبك، ولكن عمرو بن
قلبه فجاء إليه بكوب يا مؤمنون، أمسك مسلم بن عقيل الكوب وضعه ليشرب فامتلأ دما، لأن الضرب على فمه امتلأ دما، ثم سقطت فيه ثناياه، وقعت أسنانه في الكوب، رفع يديه إلى السماء قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. واحد قال سلم على الأمير، قال ليس لي بأمير. التفت إليه عبيد الله بن زياد قال والله لأقتلنك شر قتله، لم يقتل أحد مثلها في الإسلام. قال ليس بغريب عليك أن تحدث شيئا جديدا في الإسلام، هذا ديدنكم وطبعكم. قال من الذي ضربه؟ قال بكر بن حمران أنا ضربته. قال جائزتك أن تصعد به إلى أعلى قصر الإمارة وأن ترميه من أعلى القصر. فصعد به إلى أعلى القصر ودناه منه ليضربوه على عنقه بكر بن حمران، فقال له مسلم يا هذا أقسم عليك أن تمهلني لأصلي لله ركعتين. هنيئا لهاي النفوس، هنيئا لهاي النفوس، آخر لحظات عمرها تكون اتصال بينها وبين الله، اللهم أمتنا على الحق يا الله، على دينك وطاعتك. ما إن انتهى من صلاته أدار بوجهه، عادة اللي يصلي يسبح، عادة اللي يصلي يقرأ نوافل دعاء، أما مسلم أدار بوجهه نحو المدينة ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله. الناس تحت تنتظر، الآن يخرج مسلم، الآن لا يخرج مسلم، بينما هم يجتمعون حول القاصر، وإذ بهم يرون رأسا هوى من أعلى قصر الإمارة على الأرض، نظروا إليه وإذ هو رأس مسلم، ثم بعد قليل رأوا جسده هوى خلفه. وهذا وطوع معهم، هاي اللي أوته، تنظر إليه قل يا مسلم يا مسلم وين ذاك اليوم عمك، لو علي حاضر، يا مسلم وين ذاك اليوم عمك عمك، والله يجيك يشوفك غارق بدمك، وحيد وحيد وما حد من الناس يمنك، والله غريب ومالك بهالبلد بقية، بعد ايش تتمنى طوعه من يكون يم مسلم، قل له يا مسلم يجيك بشيمتة ومفرع الراس ويشوفك شلون صامبك نذل الأرجاس، وهويت من القصر فوق الوطية، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة ولا برحتها طلات العيون، تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة. يا الله، اللهم إنا نقسم عليك بأعز صفاتك لديك،
أقسم عليك بأنبيائك ورسلك وأصفيائك محمد وآله ألا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها يا الله. اللهم شافي مرضى المؤمنين، واقض حوائج المحتاجين، فرج هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، ورد كل غائب إلى أهله سالما غانما، لا سيما مغيب هذا الوطن السيد موسى الصدر. اللهم أمن في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وحد كلمتنا ووحد صفوفنا يا الله. المؤسس لهذا المجلس دولة الرئيس، اللهم اقضي حوائجه وتقبل أعماله بأحسن قبولك، إلى أرواح أمواته ومن مات على الإيمان، ولا سيما إلى أرواح الشهداء والصديقين والأولياء والمؤمنين.